من جهة أخرى اقتحمت قوات إسرائيلية جامعة القدس في أبو ديس في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان يتحصن عدد من الطلاب تظاهروا في وقت سابق عند الجدار الإسرائيلي الذي يفصل البلدة عن مدينة القدس. اندلعت مواجهات مساء اليوم بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قطنة شمالية غرب القدس عقب الانتهاء من تشييع الشهيدين محمد شماسنا وعمر الفقيه في البلدة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح بالرصاص الحي وخمسة شبان آخرين بجروح بالرصاص المطاطي. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسلنا بشار صغير. بشار، آخر التطورات لديك؟ نعم، دعينا نبدأ من آخر التطورات وبالتحديد من مدينة نتانيا شمال تل أبيب، إذ أصيب فلسطيني بجراح وصفت بالخطيرة جراء إطلاق النيران عليه من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذا جاء بعد أن طعن الشاب الفلسطيني مسنا إسرائيليا ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة قبل أن يلاحق مدنيون إسرائيليون ورجال الشرطة الشاب الذي كان قد هرع إلى داخل إحدى البنايات المجاورة التي حاول الاحتماء فيها إلى أن تم القبض عليه وإصابته بإصابة وصفت بالخطيرة. طبعا هوية الشاب ما تزال غير معروفة، لكن ما هو معروف أو ما كشفت عنه الشرطة الإسرائيلية هو أن الشاب في العشرينيات من العمر، هو من طول كرم شمالي الضفة الغربية. قبل ذلك حصلت عملية مشابهة طعن فيها أيضا شاب فلسطيني عدة مجموعة من الإسرائيليين في ريشون لبتيون إلى شمال شرقية من تل أبيب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين، اثنان منهم وصفت جراحهم بالخطيرة، فيما وصفت جراح الثالث بالطفيفة. طبعا العملية جرت داخل حافلة، كان الشاب الفلسطيني وهو غير معروف الهوية أيضا داخل حافلة، هناك طعن إسرائيلي قبل أن يترجل من الحفلة ويطعن إسرائيلي آخر، وحاول الهروب إلى واحتمى داخل صيدلية وهناك تم القبض عليه، وحاليا هو محتجز لدى شرطة الاحتلال التي تقوم بالتحقيق معه من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لك مراسلنا بشار صغير، عذرا على المقاطعة.